السلام عليكم وعلى كل مشاهدين دويتش ليرنين، معاكم فراو دعاء من دويتش ليرنين دي ال مت فراو دعاء. موضوع حلقتنا النهارده هيكون جراماتيك، هيتكلم على الفرق ما بين النوميناتيف والاكوزاتيف. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، اول حاجه عندي النوميناتيف والاكوزاتيف، ده الابكراتسم بتاعهم، الاختصار بتاعهم نوم والاك، اللي هما النومينيتيف اند اكوزاتيف. اوكي، اول حاجه معناهم ايه؟ النومينيتيف ده معناه بالعربي او في اغابش داس هايز الفاعل، اند اكوزاتيف ده معناه المفعول به. اوكي، اكوزاتيف اند نومينيتيف. حلو جدا، انا بقى هعرف منين اذا كان هو فاعل او مفعول؟ عايزه اتعرف على الموضوع ده. اول حاجه انا لازم اعرف البدايتنج بتاع الجمله بتاعي. لو عندي اي جمله انا لازم اعرف البدايتنج بتاعها، المعنى بتاعها الاول، يبقى هترجم واشوف هي الكلمه هنا وقع فاعل ولا مفعول، البدايتنج. طيب تاني حاجه، ايه هو اللي بيسبب النوميناتيف او الاكوزاتيف اصلا؟ اللي بيسبب لي الموضوع ده حاجتين، يا اما فيرب لو يبقى انا عندي فيرب، او بغيبزيتيون وحروف الجر. يبقى انا اللي بيخليني افرق ما بين الاثنين حاجتين، فيرب اند بغيبزيتيون، فعل او حرف جر عندي في الجمله، هو اللي هيخليني احدد اذا كان ده كمان نومينيتيف اوردر اكوزاتيف. يبقى كده احنا قلنا هنتكلم النهارده عن النومينيتيف والاكوزاتيف، وقلنا المعنى بتاعهم، وقلنا علشان اعرفهم في الجمله لازم اعمل ايفالويتنج للجمله بتاعتي وافهم البدايتنج بتاعها، وبالتالي هحدد اذا كان الاسم بتاعي هنا واقع اكوزاتيف ولا نومينيتيف. اتفقنا؟ طيب عرفنا مين اللي بيعمل النومينيتيف والاكوزاتيف. دلوقتي ايه الخطوه اللي انا هاخدها بعد ما اعرف، يعني عرفت خلاص ان الفعل ده هيعمل اكوزاتيف او هيعمل نومينيتيف، الخطوه اللي انا لازم اعرفها بعد كده ان انا هبدا اغير الادوات بتاعتي. اول ما اسمع كلمه نومينيتيف او اكوزاتيف اعرف على طول ان انا هبدا اغير ادوات، اذا كان اداه معرفه، اداه نكره، اداه نفي، اداه ملكيه، هبدا اغير الادوات بتاعتي، وكمان هنضيف عليهم الضمائر الشخصيه. النهارده موضوعنا هنتكلم بس عن ادوات المعرفه وادوات النكره. طيب ايه هي ادوات المعرفه وادوات النكره؟ انا عندي ادوات المعرفه بتاعتي اللي هي كلنا طبعا عارفينها، دير داس اند دي. يبقى انا عندي ادوات المعرفه بتاعتي دير داس اند دي. دي كده البشتمتا ارتكل. طيب وادوات النكره هي اين اند ايني، اين اند ايني. تمام كده، جميل جدا. يبقى انا عندي الكلمه لو ادتها دير هتاخد النكره بتاعتها اين، لو كلمة أدتها داس النكرة بتاعتها تبقى أين، ولو كلمة أدتها دي تاخد النكرة أي ني. فيها أي مشكلة؟ ده كده بالنسبة للأدوات اللي هتتغير عندي. يبقى أنا اللي هيتغير عندي النهاردة إيه؟ هنغير أدوات المعرفة وأدوات النكرة. مين هي المعرفة؟ دير داس دي، وأدوات النكرة أين أين أين، لو كلمة أدتها دير هتاخد أين داس أين دي أين. خلصنا الجزء ده كده مفهوش اي مشكله طبعا، جميل. تعالوا بقى نشوف هيتغير لايه. يعني اين ديت هتبقى دير، ديت هتبقى ايه؟ قال لي باختصار انا ما عنديش غير دير بس هي اللي هتتغير، بس دير دي هي اللي هتتغير. طب هتتغير لايه؟ هتتغير لحاجه اسمها دين. دين يبقى دير هتتغير لدين. تعالوا نعمل كده الجدول اللي هيتغير، يبقى دير هنمسحها وهنكتب مكانها دين. جميل جدا. تاني حاجة عندي داس،
داس هتفضل داس زي ما هي، ما فيهاش اي تغيير خالص، داس هتفضل داس، ودي هتفضل دي، دي زي ما هي برضو ما فيهاش اي تغيير. جميل. بالنسبه بقى لادوات النكره اين اين اون ذا اين، زي ما غيرنا الدير بقت ادين، هنغير برضو الاين تبقى اينن، الاين هتبقى اينن، فيها اي مشكله خالص؟ يبقى انا باختصار لحد دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بغير بس الدير واللي تبعها، اي حاجه تخص دير في الاكوزيتيف هي اللي بغيرها، غير كده انا مش هغير اي حاجه. داس داس، اين اين، اينه اينه، دي دي، فيها اي مشكله؟ جميل جدا. تعالوا ناخد باي شبيله، اول حاجه عايزين نستخدم حاجه اداتها داس. لما اجي اقول سوم باي شبيل، لما اجي اقول فاس است داس، فاس است داس ايه ده؟ فسوم باي شبيل انا عندي عايزه اي حاجه اداتها داس، سوم باي شبيل ايش هابا شبك داس هافت، داس هافت، اوكي. فساعتها هقول ايه؟ داس ايست اين هافت، ده كده مره باداه النكره. عايز استخدمه مره باداه المعرفه، هقول داس ايست داس هافت، يبقى انا مره قلت داس ايست داس ايست اين هافت داس ايست داس هافت، انا غيرت حاجه؟ لا. ليه؟ هنا بقى انتوا هتقولوا لي المعنى بتاعه. انا قلت حاجه، انا بسال دلوقتي عن فاعل، انا ما سالتش وما اتكلمتش عن مفعول خالص، بقول ايه ده، ما سالتش عن اي حاجه تخص المفعول. فلما بقول ما هذا انتوا قلتوا لي ده كشكول، فما فيش داعي ابدا ان انا استخدم الاكوزاتيف. طيب رقم اتنين، عايزه اتاكد اكتر الفيرب بتاعي اسمه ايه؟ الفيرب بتاعي اسمه است، وهو فيرب زاين، كنا خدناه في الفيرب كونجكسيون قبل كده، زاين لما جيت صرفته بقى است. ده ما بيعملليش ابدا ولا اكوزاتيف ولا جينيتيف ولا داتيف ولا اي حاجه، هو ده الفيرب الوحيد اللي مسالم، رغم ان هو رغم في تصرفاته جدا، لكن لما بيجي عندي هنا بنلاقي ان الموضوع سهل جدا، ما بيعملش اي حاجه في الارتكل ولا في النومن بتاعي، بينزل زي ما هو. داس داس، دي دي، ودير حتى هتبقى دير، وما فيش اي مشكله مع الفيرب ده. تمام. يبقى اول حاجه هي المعنى، تاني حاجه الفيرب بتاعي هو اللي حدد اذا كنت هعمل اكوزاتيف ولا نوميناتيف. جميل جدا. تعالوا ناخد باي شبيل على دي. بالنسبه لدي بقى، لما بقول فاس است داس، هرد بقول داس است دي بلوزر، zum Beispiel داس ist eine Bluse. لما بقول ايه ده؟ zum Beispiel البلوزة اللي انا لابساها، بقول was ist das، هي ايه دي؟ فانتوا هتقولوا لي ايه؟ das ist eine Bluse، دي بلوزة، او das ist die Bluse، هذه تكون البلوزة. ما غيرتش اي حاجة لان انا عندي ايه؟ عندي الفيرب ist. يبقى خلاص نحفظ كده، اول ما اشوف verb sein ايا كان الفيرب كونجكسيون بتاعه، انا هسيب الارتكل بتاعتي زي ما هي، ومش هقدر او مش هكلف نفسي وافكر كتير هو انا هغير الارتكل ولا لا. جميل جدا. كده ناقص حاجه معايا، وهي الارتكل، الحاجه اللي الارتكل بتاعتها دير، عشان بس الصوره تكون واضحه. عندي هنا بقول was ist das، انا بسال عن ده. طيب ده كده auf Deutsch das heißt Marker، اوكي، دير ماركر، اداته دير ماركر.
فلما جيت رديت قال لي داس ايست اين ماركر، جميل جدا الارتيكل بتاعت ماركر دير فتاخد اين، داس ايست دير ماركر، خد دير ماركر. ايه ده يا فرا ودعاء، احنا ليه هنا ما غيرناش دير بقت دين؟ لان انا عندي فيرب ايست او فيرب زاين، وقلنا ده الفيرب اللي معايا الوحيد اللي ما بيغيرش وما بيحولش الاكوزاتيف. جميل. طيب يا فرا ودعاء تعال نشوف بقى لو هيحول. احنا كده شفنا الفيرب بتاعي لما بيجي في الجملة من غير ما يحول اي حاجة. طب لو الفيرب بتاعي بقى هيحول، هناخد مثلا هناخد فيرب واحد، هناخد فيرب النهاردة ذهن، ده بايش بيل عليه ذهن بمعنى يرى. انا عايز اسأل was ذهست دو، بس دي هستدوب معنى انت شايف ايه. هنا انا بسأل عن المفعول، مين اللي شايف؟ انا شايف ايه بقى؟ انا شايف كتاب، شايف كشكول، شايف البلوزة، شايف الماركر، اونز فايتا. هنا انا عملت ايه؟ انا بسأل عن المفعول، تمام؟ فبالتالي انا دلوقتي هرد اقول انا شايف كذا. هنا بقى هيقع مفعول، بس يا ترى يبقى الفعل هنا هيعمل ايه؟ هيعمل اكوزاتيف، يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين لما يعمل لي الاكوزاتيف بقى كل الادوات هتتغير ولا ايه اللي هيحصل؟ احنا اتفقنا ان دير بس هي اللي هتتغير ومعاها طبعا الاين بتاعتها، غير كده انا مش هغير اي حاجه. فتعالوا نرد ونشوف التغيير هيحصل ازاي. رقم واحد هناخد بتاع داس، المثال بتاع داس، ايش زيها داس هيفت، اودر ايش زيها اين هافت، ما غيرناش. رقم اتنين ايش زيها دي بلوزة، انا شايف البلوزة، او ايش زيها اين بلوزة، انا شايف بلوزة. جميل. لو جينا بصينا على المثال الاخير هو جاهز، بيقول لي ايه؟ بيقول لي was ذهست دو، شايف ايه؟ راح قال لي ايش زيها دين ماركر، مرة استخدمها بأداة المعرفة، و نوماتيفاي ايش زيها ايدن ماركر، عملت ايه؟ غيرت الكلمة بتاعتي. ممكن يكون الدرس بيلخبط شوية او ممكن يكون صعب بالنسبة للناس، بس هو مفهوش اي حاجة ومحتاج بس شوية تركيز وشوية حفظ، حفظ الارتكل، حفظ الافعال اللي بتعمل اكوزاتيف. لان انا عندي حالات تانية كتير، مش كتير، عندي حالتين تانيين هنحفظ الافعال بتاعتها. تمام. يبقى باختصار انا عندي حاجة اسمها نومناتيف واكوزاتيف. النومناتيف ده سهل جدا، ما بحفظلوش اي حاجة غير الارتكل بتاعت الكلمة، انا بكون اوريدي حفظاها. انا بس بعرف ان فيرب زاين هو بيعمل نومناتيف، فبالتالي انا باخد النومن بتاعي بالارتيكل من غير مغير فيها اي حاجة، لكن الاكوزتيف بغير فيه الارتيكل بتاعتي، وقلنا بنغير فيه دير لدين والاين لاينن. جميل. وقلنا مين اللي بيعمله؟ بيعمله فيربن وبغيبزتسيون. ده كده كان تعريف للاكوزتيف وازاي استخدمه في الجملة بتاعتي وازاي اتعرف عليه. كده فاضل لنا فيه ان احنا نقدر نعرف الافعال بتاعته ازاي. عن طريق الحفظ وعن طريق التكرار هنقدر ان احنا نحفظ الافعال بتاعته. فدوت هيجي مع التكرار ومع حفظ الافعال. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب يكون الدرس عجبكم وفاتكم، وأشوفكم في درس جديد وحلقة جديدة من دويتش ليرنين. أو فيدرزين.